خلينا نروح لأسئلة الجمهور المدفعجي بتاعنا ده شريف أحمد. كابتن شريف، عايزك تقول، أنت قلت يعني ما بحبش ندخل نفسنا في الحاجات دي. شريف ليه حاجات تانية بيقولها مالناش علاقة. طب قول لي دي حلوة، دي قولها. ده المستشار عبد الحميد الصن بيقول لك، كابتن شريف عايزك تقول، أنت قلت لبشير التبعي وكان نفسي ترد عليك أجيب لك خالد بيبو. أنا مش عارف الموضوع نفسه، بس يعني محمد ايه اللي حصل؟ ولا تحب تقول يعني؟ ولا لا لا ده مش مستقبل. محمد محمود بيقول، كابتن اسلام انت بتشوف الاسئله اللي من الناس اللي انت تعرفها؟ والله انا ما اعرف حد من اللي انا بقول اساميهم دول خالص خالص, خالص على فكره. ابعت حضرتك هتلاقيني بسال، يعني هو اللي بيجي قدامي بقوله. يمكن اسباب اعتزالك بدري يا كابتن كسره الاصابات، هل ده كان بسبب كسره الاحمال؟ دي حقيقه. محمد صلاح، مساء الخير عليكم، بحب اقول للكابتن شريف بالراحه شويه على احنا بنقول انت عامل ايه مع بشير؟ موضوع كبير والله. كابتن شريف من الناس الحاميه اللي بتدافع عن الاهلي ودايما يدخل في جدال عشان الاهلي بالرغم منه مش من ابناء النادي، شخصيتك ولا دوافع تانية؟ انت شخصيتك كده ولا دوافع تانية؟ لا شخصيتي الحمد لله، انا يعني حتى كان يبان عليا وانا بلعب في النادي انا عامل ازاي الحمد لله. يعني ميرو بتقول لك غريزه جوايا، يعني ايه راي حضرتك في الحرب اللي بتحصل من الاعلاميين وكل القنوات؟ فين ابناء الاهلي من ده كله في حمله على النادي؟ لا احنا موجودين واحنا في ظهر النادي طبعا، في حمله ممنهجه وده واضح ان هم عايزين زي ما قلت يوقعوا استقرار الفريق، ولكن ان شاء الله مش هنسمح لهم بكده. يعني ناديك المفضل عالميا؟ عالميا النادي الاهلي بعد الاهلي، فيش تاني خلاص. انت بعد الاهلي في حاجه؟ ولكن طبعا بتحب تشوف فرق من اوروبا، ريال مدريد مثلا. منا محمد بتقول، منور القناه. ذهب طنطاوي بيقول، احكي لنا عن موقف لمحمد بركات. بركات الحقيقه هنا بيبقى داخل بركات ده انا ليه ليه ده في فيديو لو عرفوا يجيبوه هتضحك ضحك. ايه بقى؟ في جول جابه هو في غالبا برضو مباراه المقاولين دي. فبعد ما جاب الجول انا قلت له بص، انا دايما بركات كنت بعمل له حركات مصارعه وبتاع بهزر يعني، فبشيله بهبد انت عارف. فمسكته بعد الجول قلت بس جهولي هعمل له حركه اسمها سوبليكس وبتاع. سوبليكس ده بعد الجول سوبليكس في الماتش. رحت جاي ماسكه في الماتش. انتوا بتلعبوا بعد ما جاب الجون هو بيحتفل، فاحنا اتلمينا عليه وبتاع، رحت جاي حاطه هنا تحت دراعي وخلاص هعمل له حركه، رحت جاي طاير بيه ونازل على وشه. قعد خمس دقايق هو ما فيهوش ازاز. قعد خمس دقايق وبص لي بس كده، يمكن حتى طلع مع الكابتن شوبير فضحني ساعتها، عمل حوار بعد الماتش. عمل حوار والله. لا والله قال لك المجنون.